السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، اتفرجوا على الفيديو ده والله هتشوف معجزة دلوقتي مش هتصدقها. ربنا خلق الديك للذبح والفراخ طير مفروض يتذبح، بس ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه في اللحظة اللي هينذبح فيها ما يندبحش. ربنا أراد إنه ما يندبحش. اسمعوا بقى الديك بيقول إيه. شايفين يا جماعة قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ الديك بيقول الله الله الله. يا ريت يا جماعة نحب بعضينا ونحب الخير لبعضينا ونساعد بعضينا ونقف جنب بعضينا، ومحدش هياخد أكتر من رزقه ومحدش هياخد أكتر من نصيبه. لا محالة في الرزق ولا شفاعة في الموت. شكرا ليكم المطرب حسام الشرقاوي.